واقفين لوحدكم ليه؟ مبروك يا حبيبتي. ايه ده يا علي، هو في ايه؟ مفيش حاجه، لينا رجع لضيوفك. انا اروح اجيب حاجه وارجع لك على طول. حاجه ايه اللي مهمه دلوقتي؟ لو سمحت يا لينا روحي لضيوفك دلوقتي، انا شويه كده وهاجي. مالك يا علي؟ انت بتعيط يا علي؟ اللي بيحصل ده غلط. ما انا مش قادر اخبي مشاعر اكتر من كده. دينا انا بحبك. احنا اخوات. احنا مش اخوات. احنا مش علي. انت بتهزر مش كده؟ مبهزرش يا لينا. انا مش علي، انا مش اخوك. مستحيل ما تكونش علي. انت بتكذب. انا كنت بكذب. كنت بكذب ومعترف بكده. بس انا دلوقتي بقول الحقيقة يا لينا. لينا استني، طب اشرح لك. لينا لما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك، وخيالك بيكون وياي وياي. لينا ايه يا حبيبتي، كنت فين؟ مالك؟ خرجني من هنا حالا. في ايه؟ في حاجه حصل؟ ما حصلش حاجه، خلوها شويه وعايزه امشي. طب خدي بعد اذنك. اللي انت بتقوليه ده ما ينفعش خالص على فكره. في ايه؟ لا عارف. لينا راجعة من بره متضايقة أوي، في حاجة ولا إيه؟ لا لا، ما حصلش أي حاجة خالص. ده أنا بس قلت لها إن أنا خارج أتمشى شوية، فهي افتكرتني هسيب الحفلة وامشي. احسبي معاكي بعدين اول ما تقفل علينا باب واحد. يلا نجري قدامي، نجري نجري. رامز بص قدامي، بس قدامك هنخبط. وانا كمان تصدق شكلك لايق كده على العربيه، تحس ان هي بتاعتك كده. ما بتاعتي فعلا. لا يا راجل، افتحي التابلو ده، افتحيه بس، هتلاقي فيه سجاير. هستأذنك في سجاره.
وهستأذنك في ولاعة كده ممكن تولعها لي بعد إذنك؟ آه طبعاً طبعاً. مش عارفة. أنا يا ستي بعت محصول القطن بتاعي وكسبت فيه مبلغ مش بطال. آه. حطيت فيه جزء من البنك، حطيت بنك. جزء كبير منه من البنك وجزء تاني شلته على جنب. طبعا انت اكيد فاهمه ليه. لا خالص خالص. عشان فرحنا حبيبتي، شلته عشان فرحنا. قولي لي بقى، بمناسبه فرحنا قولي لي بقى، نفسك فرحنا ده يبقى في انهي قاعه؟ واحلمي احلمي، ابعدي بخيالك. ابعد بخيالي؟ يعني انت بعت محصول القطن وكسبت على قلبك فلوس قد كده واخرتها تعملها لي في قاعه؟ قاعه يا رامز؟ اخس اخس. مش من دمك صح؟ لا خالص. طب ممكن نجربها تاني. ماشي. نفسك فرحنا ده يبقى في انهي فندق؟ فندق، عارف يا رامز، نفسي كده نعمله في الفور سيزون. انت عارف بنات العيله كلها عملوا افراحهم هناك. فور سيزون طبعا على يدي. ايه العسل ده؟ طب بالنسبه للعسل، نفسك شهر العسل يبقى فين؟ قبل شهر العسل هتعمل ايه في الشقه يا سي رامز؟ الشقه سؤال مهم. اه ما انا عارفه، مهم جدا. ما انا عارفه هتعمل ايه بقى. مش عارف. وانا لو قررت اني اجيب لك شقه فعلا، مش نفسك تبقى حاجه كده على النيل، بص على المنظر الجميل ده؟ مش مهم اكون فين، يعني بالنسبة لي مهم انها يكون واسعة وليها بلكونة كبيرة عشان نملها زرع وورد من المشتى. اه ونجيب ورد وعصافير وبغبغان عشان يرد علينا الكلمة بكلمتها. يا نهار، الوقت سرقنا يا رامز وزمان الفرح خلص ومدام إلهام هتزعل مني. استني سارة، تعالي بس نقعد شوية مع بعض، يعني أنا مصدق حتى الكلام بدأ يحلو. معلش يا رامز مش هينفع بجد، يلا نروح على الفيلا بدل مدام إلهام تزعل مني. مدام إلهام عمرها ما هتزعل منك، مفيش احن ولا اطيب من مدام إلهام اصلا. مش عارف بس هي مستحمله الراجل ده ازاي. ليه بتقول كده؟ ماله راجل بيه؟ ملوش. حلوه قوي الفكره دي، انت اللي قدمتها؟ لا ليلى اللي قدمتها لي. طب عرفت هترسم ايه ولا لسه بتفكر؟ ستوري بورد. جود ايديا، انا بحب الصور والرسومات اللي فيها قصه جدا. دي فكرتك؟ فكرتي انا وليلى، هي قالت لي عليه وانا قلت لها اوكي. طب لما باجي عندكم البيت بقى هتبقى توريني الفكره من اولها، هترضى توريها لها على طول ولا هتستنى ليلى تسالها الاول؟ لا لا هوريها لك. انت سايب قرايه فتحه اختك تحت وقاعد هنا تلعب مع تميم؟ ما انت عارفه ان انا ما بحبش المناسبات العائليه دي، وبعدين انا نسيب اي حاجه عشان اقدر العب مع تميم. يلا امشي عشان نلعب. انت تسكت خالص. ايه ده؟ بتزعق له ليه؟ ما تزعقلوش خالص. وانت اتكلم براحتك. ما طبعا بتدافع عنه عشان مستفز زيك بقى كده. لما تكون عارف ان انا عايز اخرج معاك بقالي فتره وتعمل فيها مشغول، مش ده اسمه استفزاز برضو؟ يعني لو قلت لك ان احنا هنخرج هتسيبنا نكمل لعب؟ اه طبعا. النهارده مروان هنخرج النهارده؟ هنخرج بس بقى كفايه زن. مساء الخير. تعالي يا ليلى اتفضلي. مدام نانسي واستاذ هشام عايزين تميم عشان يقعد معاهم في الحفله. انا ما بحبش البارتيز وانا عايزه اكمل لعب. نفس المينتاليتي مفيش فايده. عشان كده طالع عبقري. اتفضل يلا يا تميم انزل مع ليلى تحت. يلا بلاش دلع. خلاص انزل وبتفق معاك على يوم هتيجي فيه عشان نكمل لعب. استنى. وحشتني. مروان اهلا يا ساره. مدام الهام الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، بس برضو اتاخرتي. ما هو الكذب خيبه، اصلا كنت مع رامز. طب يلا بقى عايزين نفرح بيكم. يا رب يا رب. اتفضلي تعالي. تيمون ممكن تاخد لو سمحت؟ خلاص سيبيه براحته،
شايف الهدية اللي جابها مالك للينا شيك ازاي؟ شيك قوي. هيشو بقالك كتير قوي ما جبتليش حاجة شيك وقيمة كده. هو أنا كم مرة قلتلك إن أنا مش هيشو؟ ثانياً عايزة هدية ألماس؟ أنت عارفة الألماس غالي قد إيه في الفترة اللي فاتت؟ ياه بقى مالك ابن امبارح في الشركة عارف يجيب هدية زي دي وأنت هتبقى غالية عليك؟ لا يا حبيبتي مفيش أي حاجة تغلى عليكي. اديني فرصة بس أبيع عربيتي وأجيب لك الألماس اللي أنت عايزاه. أوفر قوي. ايه يا عروسه انت مش معانا خالص؟ لا ابدا انا بس تعبانه شويه. ما تاخد لينا وتخرج شويه. ما انا هعمل كده، انا بس هوصلكوا الاول وبنخرج. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يلا خد لينا وخرجوا اتفسحوا، انا هوصلهم انا ما تقلقش. طيب ماشي يلا بستو. ماشي بستو يا بيت. يلا مبروك يا حبيبتي. مبروك يا لينا يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا طن. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. قبل ما نفرح بقى مبروك يا لينا. مبروك يا لولو. الله يبارك فيك. طب لزومه ايه بقى نبقى هنا؟ ما يلا ننزل خلاص بقى. ما هم مشوا. لينا وحسن شكلهم مش عاجبني. بتاخد حسن على جنب وتعرف منه ايه الموضوع؟ انا ناوي اعمل كده فعلا بس مش دلوقتي عشان ما حدش ياخد باله. المهم أنا عايزك تشد حيلك في الموضوع بتاع الجدع اللي اسمه توفيق ده. أنا مش عايز الزمن يطول وبعدين فجأة كده نلاقيه اتصل بإلهام. حاضر يا عم، أوعدك في أقرب فرصة هيحصل. بقول لك إيه؟ ما هتيجي نخلع من هنا. لو عايز تمشي امشي أنت، أنا ماليش مزاج أخرج. أظبطك في الحريم. يا عم أظبط نفسك أنت، أنا والله مالي نفس. روح مروان الله يكرمك. انت كويس يا عم؟ انا كويس. روح انت روح على حالك. ماشي مروان. استنى مش عايزه تقولي لي شديتي معالي ليه؟ عادي يا ملك، حاجه عاديه. ايوه ما ممكن تبقى مش حاجه مهمه بالنسبه لك، بس طالما تخصك تبقى مهمه بالنسبه لي انا على فكره. صدقني يا ملك حاجه تافهه مش حاجه مهمه. ايوه ماشي، انا عايز اعرف الحاجه الهبله اللي بوظت لك مودك دي. تخيل يا ملك رايحه على علي اوضته الاقيه بيلبس وخارج، اقول له رايح فين؟ يقول لي عندي مشوار. عندك مشوار يوم قرايه فتحتي؟ وبصراحه يعني ما ينفعش اصلا ياخد مواعيد في يوم زي ده، بس انا برضو مش شايفه حاجه مستاهله ان انت تعكنين على نفسك وتبوظي اليوم وتقلبي الدنيا كده. ان اخويا يسيب قرايه فتحتي يا مالك عشان يروح مشوار، دي مش حاجه مستاهله بالنسبه لك؟ انا مش قصدي يعني، بس يعني خلاص اللي حصل حصل، هنعمل ايه يعني؟ طب دلوقتي انت ليه مش عايزانا نروح نقعد في حته نشرب حاجه ونتكلم احسن ما احنا عمالين نلف بالعربيه كده؟ مش عايزه. والله كنت قعدت معانا شويه كمان يا كمال، لسه بدري. معلش يا الهام كده كويس. على فكره انا مبسوط جدا اني شايفك فرحانه. الفضل يرجع لك. انا ما بقيتش فرحانه غير لما رجعت لي علي. انا مش عارفه اشكرك ازاي. انا ما عملتش حاجه. لا طبعا عملت كتير. سلام يا الهام. مع السلامه يا كمال. استني عندك. انت ايه اللي عملتيه فيا النهارده ده؟ عملت ايه يعني؟ دي مجامله لينا ومدام الهام والناس اتبسطت. ده انا لو في مكان تاني كان زماني لميت نقطه قد كده. يا حيوانة! عشرين سنة بشتغل في البيت بكرامتي، تيجي في يوم وليلة تمسحي بكرامتي الأرض؟ ليه؟
انا عملت فيكي ايه؟ دخلتوا النبي معلش والنبي خلاص. سيبيها يا ليلى، سيبيها. 20 سنة شغالة في البيت ده مرمطوها ناصتك، واستعريتي مني عشان رقصت؟ هنتك عشان بعمل حاجة بحبها؟ وانتي لا ما هنتنيش. ها كنت مربوطة عشان اربيكي واعلمك، مطبخ الكودة عشان اكلك والبسك. انتي ليه جحدة كده؟ ليه؟ جحدة كده لمين؟ ابوكي ما كانش كده. كل مرة اقول لنفسي خلاص بكرة تعالي وتسيبها من القرف والزبالة اللي في دماغها ده، مفيش فايدة. انا خلاص ما عدتش قادرة، انا تعبت اوي. طب انتي بتعملي ايه يا خالته طيب؟ اكلم عمها، هقول له خلاص مرات اخوك ما بقتش قادره على بنتها، يجي يشوف له ظرفه معاها او حتى ياخدها عنده يتصرف معاها بمعرفته. اعمليها يا ماما، اعمليها وانا وعدك مش هتشوفي وش تاني، وهرفع اصلك من البيت ده. خسرت تربيتي، خسرت تربيتي. يا رب انا تعبت، تعبت يا ربي. حاولي تاخدي الموضوع بطريقة أبسط من كده شوية. حاضر هحاول. ميرسي أوي يا مالك. تصبح على خير. وأنت بالأهل. لينا لو سمحت عايز اتكلم معاك. انا مش عايز اسمعك. لينا وحياة الغالية عندي مفيش كلام بيني وبينك. سيبها يا علي، سيبها عشان اعصابها تعبانه شويه. لينا بس انا عايز اشرح لك ايه اللي حصل، ولا هم كلمتين بس مش اكتر عنهم. وانا مش عايز اسمعك يا علي. ما خلاص بقى يا علي، ما قلت لك مش عايز تسمعك يا اخي. يا اخي واحد وبيكلم اخته، انت ايه اللي بيدخلك لو فيه؟ لو سمحت يا علي انا مش عايز اسمعك. لينا طب مالك؟ خلاص مش ينفع تخلص كده لينا. لينا انا بحبك. لازم اكلمك ولازم تعرفي ان انا عملت كده غصب عني. انا قلت لك كل حاجه وما فرقش معايا اني كده بعرض نفسي للخطر. انا حياتي ممكن تبقى تمام اللي قلتهولك ده. ارجوك يا لينا لازم صباح الخير يا حسن. تخيل انا ما نمتش طول الليل. قول لي هو ايه اللي حصل بينك وبين لينا امبارح؟ شكلكم ما كانش طبيعي.
ايه بترد؟ بسألك ايه اللي حصل بينك وبين لينا امبارح؟ حصلش. لا حصل وما تكدبش. انا مش كداب، انا مش كداب وخلاص، ما بقتش كداب. يعني ايه ما بقتش كداب؟ زي ما سعادتك سمعت، انا زهقت من الكدب خلاص. قلت لها على كل حاجة. يعني ايه قلت لها على كل حاجة؟ يعني قلت لها اني مش اخوها. انت اتجننت؟ لا ما اتجننت. ازاي تقول لها حاجة زي كده؟ انا كنت هتجنن بس لحقت نفسي. بص يا باشا، انا ماليش في الحوارات دي كلها، طلعني برا الحوارات دي واعتبرني براءة كده خلاص. الله يخرب بيتك. طب ما هي لينا دلوقتي هتقول للراجي والحكاية كلها هتبوظ. ولا اوعى تتصرف تصرف من عقلك مرة تانية، فاهم ولا لا؟ ازيك؟ تعالي يا نور، كل اوضتك احسن، انا عايز في موضوع مهم قوي. يلا حبيبتي. اقعدي. وازاي جدو عارف كل ده وساكت؟ ما كانش ينفع يا بنتي حد يعرف الخبر اللي انا حكيته لك ده دلوقتي. ليه؟ اولا عشان خاطر الهام. خبر زي ده لو وصل لها ما احناش عارفين ايه اللي هيجرى لها. طيب احنا لازم نعرف بابي، على الاقل يبقى معانا في الصوره، هنعرف نوصل الموضوع لمامي تدريجيا. راجي هيعمل كده في الجزء اللي يخص الهام، لكن في الجزء اللي يخص فريد مش هيعمل كده. انا متاكد انه مش هيقدر يسكت، هيقول للفريد على كل حاجة علشان يعرف منه الحقيقة، وبكده نبقى نبهنا فريد وخلينا ياخد كل احتياطاته، ومش هنقدر نعرف ايه الصلة اللي بينه وبين خطف علي. يعني هنسيب النصاب ده يضحك علينا كده عادي؟ لا، هتبقى أنينة عليه، وفي نفس الوقت نتعامل معاه في أضيق الحدود. أنا مش عارفة لو هعرف أعمل ده ولا لا. إذا كنا عايزين نكشف عملية النصب اللي اتنصب بيها علينا، وإذا كنا عايزين نعرف إيه الصلة اللي بين فريد وبين خطف علي، وإذا كنا عايزين نعرف أخوك الحقيقي فين، يبقى لازم نعمل كده. تعالى. أنا مش قبل كده قلت لك تبات في أوضتك؟ إيه اللي وداك الإكستنشن؟ عشان بس بنام وأخرف فمحبتش أزعجكم. يا ابني تزعجنا إيه بس؟ إحنا ما صدقنا إن أنت بقيت معانا. تعالى. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير.
صباح الخير. أنا ظاهر ما نمتش طول الليل امبارح. معناها كانت ليلة ظريفة أوي. عارفة إلهام؟ امبارح رأية فتحت لينا حسيت بإيه؟ بإيه يا بابا؟ نفس الإحساس اللي أنا حسيته يوم قراية فتحتك على راجي. كان يوم جميل أوي، الناس كلها كانت مبسوطة. بس بالنسبة لي أنا بقى كان أصعب يوم في حياتي. حسيت ان انت كبرتي بقى فجأة وخلاص هتتجوزي وتسيبيني لوحدي. والله مهما كنت حكيت لي يا عمي عن مشاعرك في الليلة دي ناحية إلهام عمر ما كنت هحسه، بس خلاص حسيته ناحية لينا. صباح الخير. صباح الخير. ايه سكتوا ليه؟ ما تكملوا، كان حلو قوي حديث الذكريات ده. انا سامعكم من بره وعيني كانت هتدمع خلاص. يعني انت خلاص ما بتاخدش اي حاجه جد كده؟ يا بابا فكك. ايه يا حبايبي ما بتاكلوش ليه؟ انا بطني وجعني شويه. بابي انا استناك في العربيه. انا كمان استنى حضرتك في العربيه. انا كمان خلصت اكل، خديني معاكم. الله مستعجل ليه؟ ما تكمل اكل. انا تمام يا حبيبتي تمام. انا خلصت كده تمام. يلا طب انا عايز ايه؟ في حاجة بين لينا وعلي مزعلاهم. وإيه اللي هزعلهم؟ أكيد أنا مش كويس زي امبارح. ليلي أنت رايحة السنتر؟ لا النهاردة مش رايحة، عندي ميعاد مع كمال، لازم أخلص كل إجراءات الجمعية. يعني أنت عارفة أنا ما بتدخلش في اختياراتك، بس انت مصرة انك انت تستمري في موضوع الجمعية ده؟ مصرة اكتر من الاول. ما تيجي معايا؟ ممكن. مدام نانسي اتصلت بيا وعايزاني اروح لها. ما قالت ليكيش عايزاكي في ايه؟ اكيد حاجة بخصوص ليلى، يعني هتكون عايزاني انا في ايه؟ اوكي يا فايزة روحي، ولو عايزتي حاجة كلميني. شكرا. ايه دول يا باشا؟ دي الفلوس اللي قلت لك هديها لك لو عرفت لي مين اللي ورا حسن. ايوه يا باشا، بس انا لسه ما عرفتش. اعتبر نفسك عرفت وقلت كمان، وده الثمن اللي اتفقنا عليه. مش فاهم حاجه يعني. يعني انسى كل الكلام اللي قلته لك، لا تعرف مين اللي وزع حسن ولا عايزك تمشي في الموضوع ده من الاساس. ايوه يا باشا، بس انا يعني خلاص ظبطت الحوار واتفقت مع الترزي هيفصل لي جلابيه اخر الاوجه، وهيبتدي الشغل والتكتك على اصوله، وابقى احسن مرشد تفتخر به الداخليه كلها سعادتك. بقول لك ايه، الفلوس عندك اهي، ومن غير كلام كتير كده، احنا شاكرين افضالك ومش عايزين منك اي حاجه، واللي احنا عايزينه هنوصل له بطريقتنا احنا. بس خلي بالك اي حركه غبيه هتطلع منك مش هتاذي فيها غيرك انت وابنك حسن، وانت حر. خلصانه بضبه ومفتاح يا باشا. انا عارفه طبعا ان انتي مستغربه انا جايباكي هنا ليه دلوقتي، بس بصراحه اللي عملته ليلى ما يتسكتش عليه، وانا عشان العشره الطويله اللي بيننا وبينك قلت اديكي فكره الاول، عشان انا لو حطيتها في دماغي هخليها تكره اليوم اللي حطت رجلها فيه في الفيلا. هو ايه اللي حصل يا مدام نانسي؟ هي ليلى عملت ايه؟ اللي انا اعرفه انها شايفه شغلها كويس. هي فعلا شايفه شغلها كويس، بس مش مع تميم، مع مروان. حضرتك تقصدي ايه بالكلام ده؟ اقصد ان بنت اختك بتحوم حوالين مروان. الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده يا مدام، ليلى دي بنت اختي وانا اللي مربياها بنفسي ومعرفاها كويس قوي الصح من الغلط.
طب كويس، بس كان فاضل تعرفيها الفرق اللي بينها وبين مروان، هي مين وهو مين؟ مش عشان دخلت الجامعة وذكرت لها كلمتين الفروق اللي بيننا وبينها هتتشال. عقلي بنت اختك يا فايزة وفهميها انها كده بتأذي نفسها، بدل ما تدخل وعقلها انا بطريقتي واقول لراجي والهام على كل حاجة، وساعتها الأذى مش هيطولها لوحدها. انتي فاهماني كويس؟ حاضر يا منى، انا هعقلها بس مش عشان خايفة من تهديد حضرتك، لا عشان هو ده الصح والأصول اللي أنا مربيها عليهم. عن إذنك. يلا يا بابا، مش عايزين نتأخر على كمال.